اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة الادوات المنزلية الحديثة. فيديو النهاردة فيديو مميز جدا جدا جدا، هنشوف من خلاله مجموعة من الادوات المنزلية الحديثة والافكار والحيل والمنظمات والاجهزة المنزلية الذكية اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ، وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما، وكمان بتوفر علينا الوقت والجهد. هنشوف دلوقتي مع بعض من خلال فيديو النهاردة بعض المنتجات والأدوات المميزة جدا والأجهزة المنزلية اللي مفيش أي ست بيت تقدر تستغنى عنهم، وطبعا هقولكم وعرفكم ازاي تقدري تحصلي على المنتجات دي بكل سهولة وبطرق سهلة جدا وبسيطة بشرحها لكم دايما في نهاية كل فيديو. ولو انت اول مرة بتشوفي فيديوهاتي وبتتابعي قناتي، اتمنى انك تنضمي لينا وتعملي اشتراك للقناة وتفعلي زر الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. ولو الادوات اللي في الفيديو دي عجبتك، اتمنى انك تدعميني بالضغط على زر اللايك. ويلا بقى بينا دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف المنتجات والادوات اللي موجودة معانا في الفيديو ده، وهنشوف ونتعرف مع بعض ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر نستفيد منها. وبعد كده هنشوف مع بعض الكبة دي اللي تقدري تستخدميها في مختلف الطرق، ممكن تفرمي بيها الخضار او اللحوم، وممكن كمان تستخدميها في مختلف الاكلات، يعني تقدري تسميها محضر الطعام. وبعد كده معانا فرشة تنظيف كرسي الحمام، وهي عبارة عن سيليكون ومرنة جدا، بتوصل للأماكن الضيقة وبتساعدك تنظفي كرسي الحمام بسهولة جدا. تعالي بقى شوفي معايا، هنا معانا مصفى تقدري ان انت تثبتيها عندك على الحوض وتصفي عليها بواقي الأكل اللي انت مش محتاجاها، وكمان تقدري تعلقي عليها لوازم التنظيف اللي عندك. وبعد كده تعالي بقى معايا نشوف أداة حامل الكوبايات والأطباق السخنة، طبعا بيساعدك على رفع مختلف أشكال وأحجام الأطباق والكوبايات زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو. ودلوقتي تعالي نشوف مع بعض معانا منظمات الهدوم الداخلية او منظمات الشرابات. المنظمات دي بتيجي متقسمة كده، وطبعا تقدري تثبتيها عندك جوه الدولاب او بره الدولاب. وبعد كده هنشوف مع بعض الشماعة اللي بيجي متوفر معاها مجموعة من المشابك اللي تقدري تنشري عليها الشرابات او الملابس الداخلية، وكمان بتقدري انك تثبتيها في الحيطة بكل سهولة. كمان معانا اداة تثبيت وحوامل تقدري تثبتيها عندك في الحمام او في المطبخ، وتثبتي عليها العصيان زي الممسحة او المقشة ومختلف لوازم التنظيف. بعد كده معانا الفرشة دي، وهي بيبقى فيها جزء مخصص تقدري انك تضيفي فيه سائل التنظيف اللي انت حابة تستخدميه، وتقدري انك تنظفي بيها الهدوم او السجاد او الاحذية. وبعد كده هنشوف مع بعض القشاطة اللي بتساعدك انك تنظفي وتلمي المية بسرعة كبيرة جدا من على الرخام او المرايات، وهي بتبقى مصنوعة من السيليكون. بعد كده معانا ممسحة التنظيف المرنة جدا في الاستخدام، تقدري ان انت تستخدميها في تنظيف الحوائط او الدواليب او الارضيات ومختلف الاسطح اللي عندك في البيت، وكمان تقدري تعصري منها المية بكل سهولة. بعد كده معانا سلكة المواعين دي، وهي بيبقى فيها جزء مخصص تقدري انك تضيفي فيه سائل التنظيف، وبعد كده بتضغطي عليها وتبدأي تنظفي بيها الحلل والطاسات والأطباق. وبعد كده معانا أداة التقطيع أو الفرم، بتيجي عبارة عن طبق جواه مصفى، وكمان بيجي معاها كذا قطعة من أشكال التقطيع تقدري تبدليها طبعا على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تقطعيها. وغير كده بيجي معاها الأداة اللي بتمسكيها بإيديكي عشان تقدري تقشري بيها.
عاوزة اقولك لو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدري ان انت تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليكي في اقرب وقت ممكن. ولو عاوزة تشوفي ادوات منزلية وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. وبعد كده معانا سلكة المواعين دي، وهي بيبقى فيها جزء مخصص تقدري انك تضيفي فيه سائل التنظيف، وبعد كده بتضغطي عليها وتبدأي تنضفي بيها الحلل والطاسات او الاطباق، وبيجي معاها حامل تقدري تثبتيه جنب الحوض عندك. بعد كده تعالي نشوف مع بعض اداة التنظيف دي، وهي عبارة عن فرشة سيليكون طويلة تقدري ان انت تنضفي بيها الكوبايات الطويلة والكنك والبرطمانات والادوات الغويطة. وهنا بقى عندنا اداة تقطيع وبشر الخضروات، بيجي معاها كده كذا قطعة من اشكال التقطيع تقدري تبدليها على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تقطعيها او تبشريها، زي الجزر او البصل او البطاطس او الكوسة والثوم. وبعد كده بقى معانا الدولاب المنظم ده، وهو عبارة عن دولابين صغيرين كده تقدري تثبتيه عندك في الحمام وتستخدميه في تنظيم الشامبوهات والكريمات بتاعتك. وبعد كده هنشوف مع بعض أداة التقطيع أو الفرم، بتيجي عبارة عن طبق جواه مصفى وكمان بيجي معاها كذا قطعة من أشكال التقطيع تقدري تبدليها طبعا على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تقطعيها. وغير كده الأداة المميزة اللي بتمسكيها بإيديكي عشان تقدري تقشري بيها، وطبعا أي حاجة انت بتقطعيها أو تبشريها بتنزل في المصفى وتغسليها بكل سهولة. وبعد كده عندنا المنظم ده، ده منظم للتسالي على شكل وردة، بيجي متقسم كده لكذا خانة تقدري ان انت تنظمي بيه المكسرات أو الشوكولاتة أو الحلويات. وبعد كده عندنا القطعة دي، القطعة دي مخصصة لتفصيص الذرة، بتساعدك على تفصيص الذرة بكل سهولة. وبعد كده معانا حصيرة السيليكون، ودي بتبقى مخصصة للعجن تقدري انك تعجني عليها العجين وتفرديه وتقطعيه بكل سهولة. وهنا بقى عندنا منظمات الهدوم، ودي بتبقى مهمة جدا، اولا بتساعدك على تنظيم الهدوم وكمان بتساعدك على تنظيم وترتيب واستغلال المساحات جوه الدولاب، وتقدري تنظمي بيها البناطيل او التيشيرتات او القمصان. وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا الممسحة المرنة جدا دي، وهي عبارة عن اسفنج وكمان تقدري تعصري منها المية بكل سهولة وتمسحي بيها تحت الكنب او تحت الترابيزة، بتبقى سهلة جدا ومرنة جدا في الاستخدام. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الفرشة دي، بيجي معاها كذا قطعة طبعا على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تنظفي بيها، تقدري تنظفي بيها البوتاجاز او الحلل او الحوض او السجاد او الاحذية، وطبعا مختلف الاسطح اللي عندك. وبعد كده معانا فرشة تنظيف كرسي الحمام، وهي عبارة عن سيليكون ومرنة جدا، بتوصل للأماكن الضيقة وبتساعدك على تنظيف كرسي الحمام بسهولة جدا، وكمان بيجي معاها حامل للفرشة تقدري تثبتيها على الجدار. وبعد كده معانا منظم البيض، عبارة عن دورين، وأهم حاجة انه بياخد كمية كبيرة من البيض، بياخد 32 بيضة، تقدري ان انت تستخدميه جوه التلاجة او بره التلاجة. دلوقتي بقى هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده بكل سهولة، بعد ما شفنا مع بعض مجموعة من المنتجات المتميزة اللي بتساعدنا دايما على توفير الوقت والجهد، واللي كمان بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت واستغلال المساحات الصغيرة في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما. وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدمها ونستفيد منها بكل سهولة، والحقيقة انها ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة، وتقدري ان انت تستفيدي منها بكذا طريقة مختلفة، وكمان بتسهل عليك الحياة اليومية وشغلك في البيت. وبعد بقى ما اتكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن المنتجات اللي في الفيديو ده، هقولك عن الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل المنتجات دي بكل سهولة. انت تقدري ان انت تجيبي المنتجات دي بثلاث طرق،
تقدري ان انتي تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انتي بتكوني متواجدة فيه. فبداية كده اول طريقة، لو انتي عاوزة طريقة معتمدة فتقدري ان انتي تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق AliExpress او علي بابا او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون. وبالنسبة لاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة، وطبعا بتعتمد على الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها. لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف. اما سعر مصاريف الشحن فده بيختلف على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه طبعا. بعد كده الطريقة التانية وهي بتبقى الاونلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام. وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبيعوها عن طريق الاونلاين على السوشيال ميديا، وبتقدري تطلبي منهم المنتجات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف شحن برضو على حسب المحافظات اللي انت بتكوني فيها. وطبعا عاوزة اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتبقى سهلة جدا. بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة. اما بالنسبة بقى للطريقة الثالثة فهي بتبقى المحلات اللي بتبقى موجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي، زي كارفور ورنين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس وكده يعني. وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويوصلها بسرعة. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وقدرتوا تستفيدوا منه. ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة بالزر على اللايك والاشتراك في القناة. ولو عندكم اي استفسار في اي حاجة تقدروا ان انتوا تكتبولي في خانة التعليقات وانا هرد عليكم في اقرب وقت ممكن. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. اسيبكم في رعاية الله.